هل تجد أن هنالك فكرة تكاد أن تقترب أو تزامن بالأحداث أن هذه العمليات تمارس مع قرارات قد تتخذها الحكومة بعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مناطق كركوك؟ هل أكو ربط بالموضوع أنه البككة يمارسون هذا الدور؟ هذا أولا. والثاني، ما هي طلابة البككة مع التركمان تحديدا بالاستهداف؟ يعني أولا جنابك في سؤالك قلت هل هنالك نشاط لحزب العمال الكردستاني في كركوك؟ نعم، يعني عندهم نشاط مدني ونشاط عسكري. لولا وجود يعني نشاط تنظيمي لهم ما كان تعلق صور عبد الله أوجلان على شوارع كركوك في الأحياء المخصصة في يوم تقريبا قبل أسبوع. أي ليش؟ شنو علاقة عبد الله أوجلان تعلق صورها في كركوك؟ ما معنى عندهم تنظيم موجود في محافظة كركوك؟ وبقيت هذه الصور معلقة سيد أرشد أمام أنظار القوات الأمنية. الصورة بقيت معلقة ليوم واحد، واليوم الثاني أزيلت من قبل القوات الأمنية. هنا دور القوات الأمنية من الجهة اللي علقت الصور أكيد إلى علاقة بهذه الحوادث الإرهابية، لأن هي تنظيم مدني وتنظيم عسكري. هذا النقطة. النقطة الأخرى، هذا داخل المدينة والمناطق، احنا نعرف المناطق، اكو 3-4 مناطق في كركوك موبوءة تستخدم لهذا العمل. هذه بالنسبة للتواجد المدني. اما التواجد العسكري موجود في اطراف كركوك، مثلا في قضاء مخمور القريبة على ناحية الدبس وعلطون كوبري، معسكراتهم موجودة، ما تقبل غلط يعني. احنا وللأسف موجود هناك القوات الدولية والقوات الفرنسية والطائرات وكذا موجودين هناك. تجي على أطراف كركوك لديهم معسكرات أطراف محافظة كركوك إلى جهة الشمال. هذه أيضا يعني نقطة. النقطة الأخرى، في بعض الأحيان لدينا وثائق، أنا دا أتحدث وثائق، بدأ أتحدث اعتباطا. قبل سنة دخلت من محافظة السليمانية من أحد الأطراف أكثر من 7-8 شاحنات قيل بأنها مواد غذائية أدخلت إلى كركوك عبر السيطرات الرسمية، وبحماية شرطة كركوك ذهبت هذه الشاحنات إلى مخمور. طيب هذه الشاحنات من دخلت كركوك إيش نزلوا؟ وبعدين شودوا إلى هذه الطرف من قادما من سليمانية، والجهة التي قامت بهذا العمل الحكومة حكمتهم 3 أشهر. شوف الـ يعني الاستهزاء في العقوبات. الجهة اللي راعت أو أعطت الرخصة لمرور هذه الشاحنات من السليمانية مرورا بكركوك حكمهم 3 أشهر مع وقف التنفيذ. شو تبين انه فعلا يعني المواد الغذائيه لا تحمل اسلحه اذا عندكم مثلا؟ احنا ما شفناه، احنا ما شفناه اساسا، ما شفناه. اداره كركوك شلون صارت هذا؟ شلون دخل؟ شلون راح؟ هذه مو اداره الدوله بهذه الطريقه تكون. يعني هذه يخليك تشك انه شنو اللي ده تنطبخ في كركوك. نجي على عندما تم فرض القانون في كركوك، من دخلت القوات الاتحادية البي كي كي كان عنده مقرات مدعومة من قبل بعض الأحزاب الكردية في منطقة عرفة. طيب دخلوا إلى هذه المقرات، إلى هذه البيوتات، شنو اللي العبوات الناسفة إيش كانت تسوي بهذه المقرات؟ هذا ماذا أقولها آني؟ اسألوا القوات الحكومية، اسألوا القوات الاتحادية، شوفوا كلامي زين أنا صحيح لو لا. تمام، شدي يسوي العبوات الناسفة في هذه المكاتب؟ هذه كان هذه الأمورات. طيب أنا أشكرك سيد أرشد الصالحي.